لا تنقطع عن القرآن أبدا مهما حصل لك من ظرف، مهما حصل لك من شغل، مهما حصل لك من ظروف وأحوال، لا تنقطع عن القرآن ولو صفحة واحدة يوميا. إذا كنت يعني وصلت عندك الظروف والمشاغل إلى أنك لا تستطيع أن تقرأ مطلقا، أقول اكتفي بصفحة واحدة، لكن لا يجوز أبدا أن تنقطع عن القرآن. يا أخوان، القرآن هو مصدر السعادة والراحة والهناء والنور والخير والروح واليقين وكل أنواع السعادة. كيف تنقطع عن هذا المصدر؟ كيف تنقطع عن هذا المصدر؟ كيف تنشغل عنه؟ فلا تنقطع عن القرآن. نصيحة أيها الإخوة أنصحكم بها، اجعل لنفسك كل يوم وردا معينا تقرأه مهما حصل لك من ظروف، وسوف تجد والله الذي لا إله غيره من فتح الله عليك وتيسيره عليك وبركته عليك وخيره ونوره وروحه وروحه وفلاحه شيء لا يوصف ولا يخطر لك على بال. يقول أحد العلماء وهو إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي، يوصي أحد طلابه، يقول عليك بقراءة القرآن، كلما أكثرت من قراءة القرآن يفتح الله عليك ما لا يخطر لك على بال. يقول فوجدتها والله في نفسي وفي طلبي للعلم وفي حياتي، كلما أكثرت من قراءة القرآن أرى من تيسير الله عز وجل ومن بركة هذا القرآن الشيء العظيم الذي لا يخطر على بالي ولا يوصف. فنصيحتي للإخوة، لجميع الإخوة، لا تنقطع عن القرآن مهما حصل لك من ظروف.